السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اقلام كتب الكتاب. فاول حاجة انا هعملها في القلم ان انا هكون شايلة اللباسة بتاعت القلم وهلف السدان على القلم كده. طبعا انا هكون مسخنة المسدس الشمع شوية. طبعا اول حاجة نكون ثابتين كده في المسدس، حاطين جزء لف كده اهو، ثابتين تاني حتى ما تشوفوا الاخر. انا وصلت كده للنهاية، هقوم طرف يعني تانية الطف ده كده. انا كده خلصت، عملت فيونكة احطها على على كده على اللبسة بتاعت القلم. هحط اللولي كده في ايه على الأجزاء دي. العروسة هلف برضو فتان من اللون الأبيض و يعني هعمل كده اهو. طبعا هنثبت في الأول كده تمام. اهو القلم بعد ما لفيته اللي هو الأبيض ده تمام. هحط الجزء فرو فوق كده، هلزقه وارجع له تاني. ده هو اتخلصت القلم بتاع اللي هي اللي هو العروسة الابيض. وده كان الشكل النهائي لما عملت الفرو لفوق وحطيت واحدة لولة من تحت علشان الجزء ده ما يكونش باين. وده الشكل النهائي، سهل جدا وبسيط.